نسأل الله أن يرحمنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر بلدنا من الحزبيات. الحزبيات نار حمراء، الحزبيات نار حمراء. أسألكم أيها المستمعون وأيها المسلمون، أليس الحزب الشيوعي الاشتراكي يؤهب نفسه للوثوب على السلطة؟ أليس الحزب البعثي الاشتراكي يؤهب نفسه للوثوب على السلطة؟ أليس الحزب الناصري يؤهب نفسه للوثوب على السلطة؟ أليس الشيعة يؤهبون أنفسهم للوثوب على السلطة؟ وبعدها صراع بين الحزبيات وقتل وقتال، كلما فاز حزب قام الحزب الآخر، قام الحزب الآخر بتدميره ويبقى اليمن في صراع. اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد أن هذا منكر، فنسألك يا الله أن تزيله، فإننا قد عجزنا عن إزالته، قد عجزنا يا ربي عن إزالته. نسألك يا الله أن تزيله وأن تحفظ بلدنا من الدمار وتحفظ بلدنا من الفتن. نعم، نصحنا إخواننا المسلمين وخصوصا إخواننا أهل السنة أن يبتعدوا عن هذه التصويتات وعن هذه الانتخابات وعن قبول الدستور أو الذهاب إلى الدوائر لرفضه. نصحناهم بهذا لأننا لسنا نتنافس على الكراسي، فالكراسي عندنا، الكراسي عندنا أحقر من البعر. نتنافس على حفظ بلدنا من الدمار، فإننا مسؤولون أمام الله عن بلدنا، ونتنافس على تحصيل العلم النافع وعلى تبليغ السنة. أسأل الله أن يحفظ علينا ديننا، والحمد لله رب العالمين.